هو إعصار بونغ فونغ الذي يضرب أرخبيل أوكياناوا في أقصى جنوب اليابان، والذي يواصل تقدمه اليوم باتجاه الجزر الكبرى في البلاد، مخلفا 20 جريحا إلى حد الآن. وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قالت إن الإعصار كان يتمركز عند الساعة 8 من صباح اليوم على بعد نحو 200 كيلومتر عن نهى كبرى مدن أوكياناوا. وكالة الأرصاد الجوية اليابانية حذرت سكان المدينة وخاصة في المناطق الساحلية، حيث دعي أكثر من 10,000 شخص إلى إخلاء المنطقة التي شهدت انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 33,000 منزل. وكان إعصار آخر سمي فانفون اجتاح اليابان الأسبوع الماضي وأدى إلى مقتل 6 أشخاص وفقدان 5 أشخاص آخرين.